خلينا ناخد معانا ايضا على تليفون سيد علاء اجمعيان، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات العربيه. اهلا 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 بيك يا شيخ علاء، عامل ايه؟ اهلا يا دكتور يوسف، ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اولا طبعا بتقدم بالشكر للقناه الاولى واسره البرنامج التاسعه اللي بتغطي شمال سيناء، خاصه النهارده بمناسبه احتفالات اكتوبر المجيده ومرور 50 سنه على انتصارات اكتوبر، وما زلنا في انتصارات وهنفضل ان شاء الله على طول في انتصارات. تشكرنا على اقل من الواجب برضو، ده اسمه كلام؟ ده احنا اللي نشكركم على كل اللي عملتوه لمصر. عايز اقول لك ان انتم مننا واحنا منكم. طبعا طبعا انا بتقدم بخالص الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه المصريه والشرطه المدنيه واهالي كتير المخلصين اللي هم اهلي. صحيح. انا هتكلم خاصه النهارده عن شمال سيناء، لان احنا محتاجين نتكلم عنها. ارجوك اتفضل. شمال سيناء مش مجرد محافظه موجوده النهارده، لا ده تاريخ، هي بوابه مصر الشرقيه. مجلس القبائل والعائلات المصريه هو كيان تم انشاؤه في 2020 لخدمه المجتمع المصري كله في كل بقعه على ارض مصر. لكن في الفتره الاخيره بدايه من اعياد تحرير سيناء في 25 ابريل الماضي، بدانا فعلا نحتفل بالقضاء على الارهاب. وزي ما قال فخامه الرئيس ان اكبر مشكله كانت بتقابلنا هو التنميه مع محاربة الارهاب في وقت واحد. لكن الحمد لله رب العالمين احنا انتصرنا. طيب انا هقول لحضرتك في نقاط سريعه عشان نعرف الناس يعني ايه شمال سيناء. اتفضل. شمال سيناء تعرضت لارهاب خسيس من اكثر من 12 ل 13 سنه. كانت جزء شمال سيناء ده كله كان هيروح من مصر. لكن بفضل جيشنا وقيادتنا واهالي سيناء المخلصين واهالي مصر كلهم المخلصين والجنود البواسل والدم اللي على ارض سيناء، الحمد لله حافظنا عليها. طيب نبدا نقول ايه حضرتك؟ احنا عندنا انفاق اتعملت، انفاق تحيا مصر. عندنا طرق ومحاور اتعمل، حفر قناه السويس الجديده، مدن عمرانيه جديده. انا مش هعدل على اللي انتم عرضتوه قبل خلال البرنامج. محطات ميه محلاه باكثر من مليار جنيه. طيب احنا اتصرف على سيناء في التنميه خلال السنتين اللي فاتوا قد ايه؟ تريليون جنيه. اوبا، تخيل الرقم. مفيش محافظه اتصرف عليها في الوقت القصير ده. طب تعالى نقول التريليون ده بلغه الاقتصاد، لما اتصرف كان الدولار بكام والدولار دلوقتي بكام؟ يعني خلي بالنا من الحته دي عشان الحته دي مهمه قوي. هو ليه كان في استعجال في الصرف وان احنا نصرف؟ لان اللي جاي دايما بيبقى اصعب، لان الحروب الاقتصاديه ما بين دول العالم هي اصعب من الحروب اللي حاليا اللي بتحصل في غزه حاليا. طبعا يعني كل الدعم لاهالينا في غزه طبعا، وربنا سبحانه وتعالى معاهم، واحنا كدوله وكشعب احنا في ظهرهم، واهالي سيناء كلها في ظهرهم وبترحب بيهم دايما دايما. احنا جزء يعني قطاع غزه او فلسطين كلها هي حاجه جوانا، عايشه جوانا. صحيح. انا عايز اقول لاهالي غزه، احنا اهالي سيناء فضلنا على ارضنا 10 سنين وابنائنا بتدبح وتقتل على الارض وما سيبناهاش وما تهجرناش منها. خلي بالكم الارض غاليه، واللي ملوش وطن مش هيلاقي وطن ولا هيبقى عنده كرامه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجات احنا عملناها خلال الفتره اللي فاتت. لو حضرتك طبعا كنت متابعنا كويس جدا في انتصارات في احتفالات ابريل، احنا عملنا اكبر مائده في العالم بطول 6 كيلو. أيوه. على شاطئ العريش برعايه مجلس القبائل والعائلات المصريه. ايوه. محدش ينكر ان احنا بدانا بقوه. طيب عملنا احتفالات حضرها اكبر نجوم الفن في العالم العربي لحد 6 اكتوبر 2023. الناس كانت بتتكلم عن التنميه في سيناء. طب انا عايز اقول لحضرتك بس معلومه الناس تسمعها. هو بين القاهره وشمال سيناء قد ايه؟ العريش 3 ساعات ل3 ساعات ونص مع الانفاق الجديده. أيوة. الناس فاكره ان احنا في 7 ساعات و10 ساعات والكلام ده كله. لا، النهارده من 3 ساعات ل3 ساعات ونص. طبعا كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في التنميه العمرانيه في شمال سيناء. طيب نرجع ونقول احنا عندنا مهرجان الزيتون. ايوه. اللي هو هيبقى ان شاء الله السنه الجايه مهرجان الزيتون الدولي الاول، اللي هو هيضاهي مهرجانات العالم للاستفاده من ثروات سيناء. طبعا نتكلم حضرتك، طبعا اكلت كوخ العريش وكنت تمشي في الشوارع تقول ايه رايك في كوخ العريش؟ ايه راي حضرتك فيه؟ النهارده كل ده بنرجعه. مين العريش؟ طيب التطوير الشواطئ من اجل السياحه الداخليه، وده اللي اتكلم عنه معالي دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهارده.
هو ده حاجه مهمه. واحنا ما عملناش الاحتفالات اللي فاتت دي عشان احنا عايزين نفرح، لا، احنا عايزين نبلغ رسائل للعالم كله ان سينا موجوده وسينا رجعت تاني، سينا رجعت بقوه. طيب حضرتك، احنا النهارده لما نتكلم على مينا العريش اللي هي بعد طبعا يعني تعقيبا على كلام اخويا الشيخ عبد المنعم رفاعي ان هي ستصبح من اهم مواني العالم على الاطلاق. تخيل ان المينا دي اللي كانت موقوفه سنين عشان الارهاب مش سامح ان هي تتحرك. انا هقول لحضرتك معلومه، ان كان ابنائنا كانوا بيقتلوا ويذبحوا عشان بينقلوا الملح. طيب احنا عندنا ثروات غير عادية على أرض سيناء، منها النخل ومنها الزيتون ومنها الخوخ ومنها الرمال ومنها بحيرة البردويل ومنها الشواطئ. طب احنا كل ده مش ده اقتصاد؟ مش ده احنا بنصرف عشان نلاقي؟ هو الاقتصاد عبارة عن ايه؟ تكلفة وعائد. صح. اللي انا صرفته النهاردة انا هلاقيه بكرة من خلق فرص عمل، من استقطاب استثمارات أجنبية تساهم معايا في تنمية مصر كلها مش مجرد شمال سيناء، استقطاب اكثر من 2-3 مليون مصري عشان يجوا يعيشوا في سيناء. رفح الجديده دي اتعملت عشان ابناء مصر، عشان ابناء سيناء، ما اتعملتش لحد تاني. ردا على مقولات كتيره بره بتقول رفح دي لمين، رفح الجديده اتعملت عشان ابناء مصر. كل الدعم من مجلس القبائل والعائلات المصريه للقياده السياسيه اللي هي فعلا على كتفها حمل ثقيل وحمل صعب، لكن النهارده الرسائل اللي توجهت من خلال المؤتمر الصحفي سواء للمعالي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي او الدكتور ضياء رشوان كانت رسائل قويه. وطبعا انا بشكرك على المداخله الجميله اللي انت حضرتك دخلت فيها النهارده. انا اللي شاكر ليك، انا اللي شاكر ليك لانك انت نورت اكتر من نقطه بصراحه. يعني لو حطيناها على هشام كخ والكلام دي مش هيقولها زي ما انت قلتها. يا سيدي الله يخليك. لا والله ما تقولش كده، الله يخليك، ربنا يحفظك يا رب. احنا عايزين يعني بس نقول للناس شمال سيناء هي بلدكم، تعالوا الصيف الجاي صيفوا عندنا. يا ريت. كل الاجهزه، كل الاجهزه اشتغلت 24 ساعه عشان نوصل للي احنا فيه النهارده، والزياره الكبيره اللي حصلت النهارده هي اكبر رد على استفسارات كثيره جدا. لا ده اللي هيروح يصيف في شمال سيناء هيبطل يصيف في اي حته تانية، اللي ما راحش هناك مش عارف، بس حقيقي يعني مش عارف، مش عارف الجمال، مش عارف يعني ايه شواطئ بجد، مش عارف يعني ايه ميه عامله زي الكريستال، مش عارف يعني ايه بلد اهلها زي السكر، مش عارف يعني ايه ارض فعلا مليانه خير، ارض طاهره مقدسه بامر ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي بس الناس تجرب تروح وهيبطلوا يطلعوا بقى على الساحل الشمالي، بعد كده هيزحموا لكم شمال سيناء، ابقوا استحملونا بقى. أشكرك جدا 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 يا أستاذ علاء، كل الشكر للأستاذ علاء إجمعيان عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية.